صحيح، انا نسيت اسالك، تعرف حد اسمه سمير العبد؟ سمير العبد؟ قلت يا عم صوتك عامل ناس نايمين جوه، في ايه؟ انت جاي تتخض؟ اعرفه اه، بس فهمني ايه اللي لم الشامي على المغرب؟ اه اللي حصل بقى، انا المحامي بتاعه دلوقتي. اوبا، ازاي؟ المكتب اللي انا شغال فيه ادوني قضيه تبعه. طيب، يعني انا اعرف حاجات بسيطه عنه، يعني راجل اعمال شاطر بيشتغل في كل حاجه، عنده علاقات كتير، كام سنه اللي فاتوا نفذ كذا مشروع مع الحكومه، مشاريع اسكان تبع شركه المقاولات بتاعته. انا ليه ناشف قوي فخر، مفيش حاجه اشربها. كمل يا ناصر. طب فهمني، انت بتدور على حاجه معينه؟ هكون بدور على ايه؟ عايز معلومات. معلومات؟ بص يا سيدي، من 11 سنه بالظبط ما كانش في حاجه اصلا اسمها سمير العبد. كان بيشتغل في شركه واحد خليجي كده اسمه عدنان، مش فاكر ايه، كان هو اللي ماسك له كل حاجه. راجل غني جدا، عنده استثمارات في كل حته في الدنيا. فجاه الراجل ده كتب الشركه باسم سمير العبد واختفى تماما. وليه كده؟ الناس بيقولوا ان سمير كان ماسك عليه حاجات، يعني صور او فيديوهات، كان بيهدده بقى ان هو هيبعتها لعيلته. الراجل طبعا قلق وخاف وراح سايب له الجمل بما حمل. ما هو طبعا يعني شركه بكام مليون ولا حاجه قصاد سمعته واسمه. انا ليه ناشف قوي يا فخر بجد، عايز اشرب حاجه. هو انت جاي تكون نفسك هنا؟ ما تخلص. بس ده كل اللي اعرفه، ومن ساعتها بقى سمير العبد سهمه عمال يعلى. قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ معرفش يا اخي، مره واحده ليه نشف كده؟ عايز اقوم اعمل نفسي حاجه اشربها. يلا روح انت، روح انت على الله. طب اشرب حاجه معاك. مش هينفع، الناس نايمه جوه، خلي عندك دم. انا امشي؟ ماشي. على فكره المعلومات اللي قلتها لك دي اشاعات، على فكره كلها اشاعات. استنى بس اشاعات. حبيب قلبي اقعد اقعد اقعد. انت تشرب ايه؟ ولا حاجه. والنبي. بس عشان بس الناس نايمه. لا لا لا، قول بس عايز تشرب ايه؟ يعني نشرب كده في سحلب.